السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الدورة التدريبية لإعداد مقيمي مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل والتابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. معكم زميلكم عادل عنزي من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن 4 معايير أساسية، وهي تعتبر جزء من النموذج الأساسي لتطبيق معايير مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل. المعيار الأول عندنا هنا هو الأمراض التنفسية والمعدية. يحتوي هذا المعيار على 10 عناصر راح نتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله. طبعا المعيار هذا رقمه 8 في النموذج الأساسي لتطبيق معايير مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل. العنصر الأول لدينا هنا يتم مراقبة ظهور أعراض تنفسية على جميع النزلاء يومياً، ارتفاع في درجة الحرارة، سعال، ضيق في التنفس، ومثل ما تلاحظون موجود حرفين باللغة الإنجليزية D والS I. D المقصود فيه الدوكومنت اللي هي وجود مستندات، الS I المقصود فيه ستاف انتربيو وهي المقصود فيه مقابلة الممارسين الصحيين وسؤالهم. من ناحية المستندات أول شيء لابد من وجود ملف توثيق مراقبة الأعراض التنفسية للنزلاء يوميا. ما يهمني الملف هذا أو النموذج هذا هل هو موجود نموذج خارجي أو موجود داخل ملف المريض، الأهم والأساسي عندي أنه لابد منه يتم مراقبة ظهور أعراض تنفسية على جميع النزلاء يوميا، ولابد أن تكون هذا المراقبة موثقة بالنموذج ولابد من مراجعتها. ثاني شيء سؤال الممارسين الصحيين، لابد احنا من نسأل الممارسين الصحيين عشان التأكد من معرفتهم وتطبيقهم لهذا العنصر. يتم سؤالهم عن عدد مرات التقييم، طريقة التقييم وطريقة التسجيل. ثاني عنصر لدينا اللي هو يتم مراقبة ظهور أعراض تنفسية على جميع الموظفين يوميا في بداية المناوبة ونهايتها، ارتفاع في درجة الحرارة، سعال، ضيق في التنفس، ومثل ما ذكرنا برضو مثل ما تلاحظون دي دوكومنت والاس اي اللي هو ستاف انترفيو، لابد من وجود مستندات ولابد من مقابلة الممارسين الصحيين وسؤالهم. من ناحية المستندات قلنا لابد من وجود مستند يثبت مراقبة الأعراض التنفسية للموظفين يوميا في بداية المناوبة ونهايتها، لابد من مراجعة هذا الملف والتأكد من التسجيل. لابد أيضا نفس الممارسين الصحيين سؤال الممارسين الصحيين عن وجود السجل، عن عدد مرات التقييم، عن طريقة التقييم وطريقة التسجيل. أحب أنوه هنا عن الموظفين، مقصود بجميع الموظفين هو مش فقط الممارسين الصحيين، الممارسين الصحيين الإداريين وأيضا عمال الخدمات المساندة مثل عمال المغسلة، عمال المطبخ وأيضا عمال النظافة. يتم التعامل مع المصابين بالأمراض التنفسية أو المشتبه بإصابتهم حسب البروتوكول المعتمد على المستوى الوطني. هنا مذكور حرف الدي والمقصود فيه دوكومنت أي وجود مستند. لابد من وجود سياسة مبنية على دليل صادر من جهة معتمدة للتعامل مع المصابين بالأمراض التنفسية أو المشتبهة. الجهات المعتمدة مثلا الخدمات الطبية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة. أيضا لابد من أن يكون السياسة موزعة لدى جميع الأقسام وسهل الوصول لها من قبل الطاقم الطبي عند الحاجة. يتوفر بالمركز سياسة معتمدة عن نظام الإبلاغ لحالات الأمراض التنفسية والمعدية ويتم الالتزام بها. مثل ما ذكرنا هنا أيضا نحتاج إلى دوكومنت وستاف انترفيو المقصود فيها المستندات وسؤال الممارسين الصحيين. أما بخصوص المستندات لابد من وجود سياسة مكتوبة تعتمد على دليل معتمد أو مبنية على مصدر علمي معتمد ويتم اعتمادها من قبل صاحب الصلاحية داخل المنشأة. كما ذكرنا هنالك جهات رسمية معتمدة مثل وزارة الصحة، مثل هيئة الصحة العامة، وأيضا الخدمات الطبية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. لابد أيضا تكون هذه المعتمدة من قبل صاحب الصلاحية داخل المنشأة، والمقصود فيها أنها لابد أن تصير موقعة وذلك للاستخدام الرسمي أو التصريح باستخدامها داخل المنشأة.
ثانياً سؤال ممارسين صحيين، لابد من سؤال ممارسين صحيين عن مدى معرفتهم عن السياسة والوصول لها عند الحاجة. مثل ما تشوفون هنا صورة عن دليل صادر من وزارة الصحة يختص في هذا العنصر، الدليل اسمه الأدلة الإرشادية للمراقبة الوبائية والإجراءات الوقائية للأمراض المعدية. يتم تطبيق احتياطات العزل الرذاذي والتلامسي على المرضى المصابين والمشتبه في إصابتهم بالأمراض المعدية. هنا مثل ما تلاحظون يوجد 3 أحرف باللغة الإنجليزية، دي مثل ما ذكرنا سابقا دوكومنت المستندات، الاس اي ستاف انترفيو مقابلة والسؤال ممارسين صحيين، والاو هنا المقصود فيه الابزرفيشن او الملاحظة. المستندات لابد من وجود سياسة مكتوبة تشرح الطرق الصحيحة للتعامل مع حالات العزل مبنية على مصدر علمي معتمد ومعتمدة من صاحب الصلاحية داخل المنشأة، مثل ما ذكرنا صاحبا اي تكون موقعة من صاحب الصلاحية داخل المنشأة وذلك لاستخدامها في المنشأة. سؤال ممارسين الصحيين، لابد من سؤال ممارسين الصحيين عن طرق الاحتياطات للعزل التلامسي والرذاذي، أوقات استخدامها، الأدوات، أدوات الوقاية الشخصية المستخدمة والمطلوبة في كل نوع من أنواع العزل. أيضا ملاحظة طرق احتياطات المطبقة من قبل الممارسين الصحيين. المقصود في الملاحظة إذا كان عندهم لديهم يعني مريض منوم وهذا المريض تحت أي نوع من أنواع العزل، لابد أنه من ملاحظة طريقة تعامل الممارسين الصحيين مع هذه الحالة. يتم استخدام لوائح إرشادية تخص العزل الرذاذي والتلامسي على باب غرفة المريض لتوضيح التعليمات المطلوبة قبل الدخول للمريض. نفس الحكاية هنا، نحتاج إلى مستندات وملاحظة وسؤال الممارسين الصحيين. أما من ناحية المستندات، لابد من توفر لوحات إرشادية للعزل الرذاذي والتلامسي على باب غرفة المريض، والمقصود هنا على باب غرفة المريض أي المريض المشتبه أو المؤكد إصابته بأحد الأمراض التي تستدعي هذه الاحتياطات. لابد من أن تكون هذه اللوحات الإرشادية المستخدمة هي اللوحات الصادرة من وزارة الصحة. يوجد لوحات إرشادية للعزل سواء كان الرذاذي أو التلامسي صادرة من وزارة الصحة وهي المستخدمة. ثانيا الملاحظة، لابد من وجود اللي هو اللوحات ملاحظتها. أيضا لابد أنك تشوف هذه اللوحات الإرشادية هل هي نفسها اللي صادرة من وزارة الصحة أو لا، هم مثلا ممكن هم اللي عندهم طابعينها أو أنهم مثلا مصممينها من نفس المنشأة. لا، لابد من استخدام اللوحات الصادرة من وزارة الصحة. أيضا لابد من سؤال ممارسين الصحيين، إيش هذه اللوحات؟ إيش تعني هذه اللوحة؟ متى تستخدم؟ وأيضا اللوحة الأخرى متى تستخدم؟ هل تستخدم لجميع المرضى؟ لابد أن الممارس الصحي يصير على دراية ومعرفة كافية بهذه اللوحات ومعانيها وطرق الاستخدام. مثل ما تلاحظون هنا، هذه هي اللوحات الإرشادية الصادرة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة، احتياطات العزل التلامسي واحتياطات العزل الرذاذي. مثل ما تلاحظون هنا، كل عزل له لون محدد، احتياطات العزل التلامسي باللون الأخضر واحتياطات العزل الرذاذي باللون الأحمر. يتوفر في المنشأة سياسات معتمدة للتعامل مع التفشي الوبائي داخل المنشأة. هنا نحتاج إلى وجود مستندات وأيضا سؤال ممارسين صحي. أما بخصوص المستندات، لابد من وجود سياسة مكتوبة مبنية على دليل معتمد أو مصدر علمي موثوق، وأيضا لابد من أن تكون معتمدة من صاحب الصلاحية داخل المنشأة. لابد من سؤال ممارسين صحيين عن مدى معرفتهم بالسياسة وطريقة الوصول لها. يتم تخصيص مستلزمات أحادية أو متكررة الاستخدام لرعاية النزيل المصاب أو مشتبه في إصابته بالأمراض التنفسية والمعدية. هنا نحتاج إلى سؤال ممارسين صحيين وأيضا ملاحظة. أما بخصوص سؤال ممارسين صحيين، يتم سؤال ممارسين صحيين ما إذا كان يتم تطبيق ذلك، ملاحظة ما إذا كان يتم تخصيص أدوات للمريض. المقصود هنا في الملاحظة عند وجود مريض مشتبه فيه أو مصاب بالأمراض التنفسية، يتم ملاحظة ما إذا كان يتم تطبيق هذا العنصر المختص بأدوات المريض سواء كانت أحادية أو متكررة الاستخدام.
تتوفر غرفة أو غرفة فردية لعزل المرضى المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالأمراض التنفسية المؤدية. هنا لابد من سؤال ممارسين صحيين وأيضا من الملاحظة. يتم سؤال ممارسين صحيين عن الغرض من غرفة العزل والحالات التي يجب تمويمها داخل الغرفة. أيضا لابد من ملاحظة إذا ما كانت تتوفر غرفة أو لا، وهل الغرفة مجهزة بجميع المستلزمات أو لا. يتم تحديد عاملين صحيين وعمال نظافة مخصصين لمباشرة حالات الأمراض المعدية بحيث لا يختلطون مع العاملين الصحيين أو النزلاء لصحة. هنا أيضا نحتاج إلى سؤال ممارسين صحيين، في نفس الوقت نحتاج إلى الملاحظة. في البداية أنه لابد أن احنا ننوه أنه الغرض من تخصيص عاملين صحيين وعمال نظافة مخصصين لمباشرة حالات الأمراض المعدية هو التقليل من نسبة انتقال العدوى داخل المنشأة الصحية. فإذا لابد أنه يكون عندنا عمال مخصصين، ولابد أن الممارسين الصحيين على دراية بهؤلاء، سواء كانوا ممارسين صحيين أو عمال النظافة. أيضا لابد من ملاحظة ما إذا كان يتوفر عمال نظافة مخصصين وممارسين صحيين أيضا مخصصين لغرف العزل عند وجود حالات. لابد من أن تكون مثبتة، أي ويوجد جدول أو أي ما أو أي نموذج يثبت إنه فيه ممارس صحي أو عامل نظافة مخصص لهذه الغرف. في ملاحظة هنا حبيت أذكرها، اللي هو عند عدم وجود غرفة للعزل ويتم نقل المرضى المصابين أو المشتبه بإصابتهم بأمراض تنفسية معدية، لابد من نقل المرضى حسب معايير النقل الإسعافي. المعيار هذا رقمه 15. بعض مراكز التأهيل الشامل لا تحتوي على غرف عزل. هذه المعايير تتكلم أو هذه العناصر تتكلم عند وجود غرفة عزل داخل مركز التأهيل. لكن مثل ما ذكرنا، إذا ما في غرفة عزل ويتم نقل المرضى، لابد من أنه يتم نقل المرضى حسب المعيار اللي هو رقم 15، معيار النقل الإسعافي. وصلنا إلى نهاية شرح الأربع معايير. أتمنى أني شرحتها بطريقة مناسبة وواضحة للجميع. أتمنى أني غطيت جميع التساؤلات الموجودة لديكم. شاكر ومقدر لكم.